السلام عليكم. الحديدة قلب تهامة ومركزها، عاصمة الفقر بلا منازع، رغم غناها بالموارد التي تضخ إلى خزائن الميليشيا الانقلابية التي سيطرت عليها في أكتوبر 2014. بين جحيم الميليشيا الناهبة والشرعية المهملة والمتجاهلة لمعاناتها، تستمر معاناة أكثر من 3 ملايين نسمة. مستشفياتها تغص يوميا بمئات الحالات من ضحايا الحرب والكوليرا، وموظفوها لا يزالون للشهر التاسع دون ما رواتب، وحرارة طقس الصيف فيها تخنق البسطاء حتى أن بعضهم يسقط مغشيا عليه في الشارع. وفي المقابل، حكومة شرعية تتجاهل المعاناة وتكتفي بإلقاء اللوم على الميليشيا المسيطرة والأخيرة، لا تبالي بحياة الناس ولا بمعاناتهم. كل ما يهم المسؤولين سواء في الانقلاب أو في الشرعية هو موارد الحديدة وعائداتها. لا أحد يهتم بالإنسان، هكذا تقول الوقائع. حلقتنا اليوم تتناول اتهام المعاناة والحرمان وما ينبغي أن يكون عليه الوضع، وما دور الحكومة ومنظمات المجتمع الدولي في التخفيف من المأساة التي يعيشها المواطنون في الحديدة في ظل انتهاكات الميليشيا المستمرة. بداية أرحب بضيفي في الاستوديو الصحفي وديع عطاء. أهلا بك أستاذ وديع. أهلا وسهلا. كما أرحب مشاهدينا الكرام بوكيل محافظة الحديدة الأستاذ وليد القديمي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. سنبدأ النقاش لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. يهربون من الموت إلى الموت، هكذا يبدو حال المواطنين في مدينة الحديدة المكتئبة منذ أكثر من عامين في ظل سلطة حرب لا تأبه لأي شيء. هنا شواهد كثيرة على واقع الحال الذي وصلت إليه المدينة بسبب الحرب، حيث تكابد المحافظة مأساة الجوع والمرض والفقر، الأمر الذي تسبب في تدهور الوضع الإنساني المتفاقم أصلاً أكثر من أي وقت مضى. ومع حلول الصيف الذي حمل معه ارتفاعاً في درجات الحرارة والرطوبة، أضيف عبء آخر لحياة المواطنين هناك. زاد من ذلك انعدام التيار الكهربائي واستمرار الإهمال الذي تتعرض له المدينة الساحلية، معاناة لم تتوقف نتيجة تغييبها لنمط الحياة المعتاد، بل تجاوزت ذلك إلى ما هو أبعد. والأبعد هنا هو ما تحمله هذه المأساة من فتك لحياة العديد من المصابين بأمراض خطيرة كمرضى الفشل الكلوي وغيرهم، بعد أن توقفت إمدادات الوقود إلى محطات توليد الكهرباء، وهو ما ينذر بالأسوأ. وفي محاولة للتخفيف من المعاناة التي تعيشها الحديدة، وافقت الحكومة على خطة أممية تهدف لإبقاء ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه الميليشيا بعيدا عن القتال، في وقت دعت فيه لاستئناف دفع رواتب موظفي الحكومة المتوقفة منذ نحو 9 أشهر. ويستقبل ميناء الحديدة الذي يعد نقطة حيوية لنقل المساعدات نحو 80% من واردات الغذاء، الأمر الذي قد يفاقم من وضع السكان إذا ما حدثت مواجهات قد يترتب عليها توقف عمل الميناء. وبالنظر إلى واقع المأساة التي تنهش جسد المدينة، تبدو مؤشرة الوصول إلى حلول تنقذ حياة المواطنين هناك غائبة، في مشهد يكرس حالة التجاهل الذي تعيشه المحافظة من سلطتي الحكومة والميليشيا معا. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي مجددا أيضا. دعنا نبدأ معك أستاذ وديع. إذا حديدة ربما هي في قلب المأساة اليمنية الآن، كيف هو الوضع هناك بشكل إجمالي؟ الحديدة موضوع ذو شجون وقضية يعني بحجم شعب حقيقي، يعني أقدم الجروح وأعمقها، أنا أطلق عليها بأن أقدم الجروح وأعمقها وضحاياها بحجم شعب. الحديدة جرح تاريخي يمتد إلى 100 سنة تقريبا منذ عهد الإمام يحيى، وكانت تتمتع بشكل كبير ما قبل الإمام يحيى بحكم ذاتي حتى وهي في إطار الدولة العثمانية أيضا، لكنها كانت تستفيد من مواردها بشكل رئيسي. كمنطقة جغرافية تتمتع بكل المقومات وكل الموارد التي كانت تعود على 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 أبنائها. طيب دعنا من التاريخ، حدثنا عن الآن، كيف هو الوضع الآن؟ الآن الحديدة تئن والجميع يتفرج. الحديدة الآن شعب يزيد عن 3,200,000 نسمة تقريبا، 26 مديرية، مدينة تكتظ بحوالي 1.5 مليون نسمة إلى 1 مليون. أكثر الشوارع الرئيسية والأحياء الرئيسية فيها معدوم فيها الماء، الخطوط الكهرباء فيها منعدمة منذ سنتين، وإذا عادت لا تعود إلا ساعات معدودة فقط أو تقريبا دقائق معدودة فقط. المستشفيات تكتظ لدرجة أن أكبر مستشفيات العلوفي والثورة أعلنوا في أكثر من نداء استغاثة بأنهم لا يستطيعوا استيعاب المرضى.
حالات الكوليرا تتوالى بشكل كثير والناس يتكدسون داخل المستشفيات. أضف إلى ذلك بأن الحرارة وتداعيات الوباء وتداعيات الرطوبة أيضا أدت إلى أن الناس أصبحوا داخل في الشوارع، بعض كبار السن وبعض المرضى أصبح يسقط عليه مغشيا من شدة المعاناة التي يعانيها. ومع ذلك الحديدة في ظل ميليشيا لا تعبأ بحياة الإنسان وشرعية للأسف تقف عاجزة تتفرج، بينما المجتمع الدولي يفترض أن يتدخل لإنقاذ الإنسان في تهامة وكلهم يتفرجون والإنسان يعاني. طيب دعنا نشك معنا في الحوار وكيل أول محافظة الحديدة الأستاذ وليد القديمي الذي هو معنا الآن عبر الهاتف من الرياض. أستاذ وليد، أنت تقريبا الآن على رأس السلطة المحلية في المحافظة، المحافظ ليس يعني لا يمارس دوره بشكل فاعل أو لم يسلم سلطاته بشكل رسمي، أين هو دور السلطة في كل ما يجري في الحديدة من معاناة؟ أستاذ وليد، سيد وليد القديمي، يبدو هناك إشكالية في التواصل مع الأستاذ وليد القديمي، سنحاول إعادة التواصل معه. إذا نعود للوضع بداخل المدينة، ما هي الإحصاءات أستاذ وديع حول الوضع الإنساني؟ كيف تنظر المنظمات يعني العاملة في نطاق الصحة وفي نطاق الإغاثة بداخل الحديدة حول الوضع هناك؟ يغلب على المؤسسات الصحيه في الحديده اغلبها بانها ذات طابع ريفي يعني، وهذا التصنيف ترتبط به الامتيازات والميزانيات التي دائما ما تكون متواضعه لا تلبي الحاجه الانسانيه والصحيه التي يستدعيها الوضع الصحي للمواطنين. الحديده مجتمع ريفي بشكل رئيسي وصيادين ومزارعين يعتمدون رئيسيا على هذه الحرف. حينما يمتد الوباء اليهم فان امكانتهم الماديه كفقراء ايضا لا تساعدهم، لان الازمه التي تعانيها اليمن والحرب والانقلاب وتداعيات الانقلاب الذي منذ سبتمبر 2014 اودى يعني جعل هذه المحافظه تقريبا الخط يعني المحافظه الاولى من حيث نسبه ارتفاع نسبه الفقر. نسبه الحاجه مرتفعه واليونيسف لديها مكتب تقريبا متواضع في جنوب الحديده على اساس انه يرصد حالات سوء التغذية الحادة الذي كانت ظهرت في التحيتة وما إلى ذلك. لكن الآن تزداد المعاناة أيضا بأن ذوي الأمراض المزمنة يموتون والناس يتفرقون، يموتون يعني مرضى الغسيل الكلوي يموتون على أجهزتهم بينما الإمكانات البسيطة لا يتم توفيرها لمراكز الكلى. مرضى السرطان، المساكين، كثير من الأدوية الضرورية التي يفترض أن يتناولوها مجانا على حساب الدولة لا تصل إليهم. أصبحت مثل هذه المراكز ومثل هذه المعاناة لا تعتمد إلا ما تتوفر فقط من قبل المحسنين وأهل الخير أو بعض الداعمين من الخارج فقط. طيب بالنسبة لي يعني عمومية الوضع الصحي في المدينة، أنت حد إذا قبل ذلك ينضم إلينا من جديد وكيل المحافظة الأستاذ وليد القديمي. أهلا بك مجددا أستاذ وليد. أهلا أخي العزيز، حياك الله. إذا أستاذ وليد، تحدثنا كنا نتحدث على أنك أنت الآن تقريبا في على رأس السلطة المحلية في المحافظة، أين هو دور هذه السلطة المحلية من كل ما يجري في المدينة والمحافظة بشكل عام؟ أخي العزيز، كما تعلم نحن سلطة محلية تم تعييننا أخيرا، وفي أرض الواقع هي السلطة المحلية الانقلابية التي انقلبت على الشرعية الدستورية وعلى الوطن وعلى الدستور. أخي العزيز، منذ تولينا ونحن نتابع أعمال التي تجري في المحافظة من قبل الانقلابيين ونتابع كل ما يجري وما يحصل. وأخيرا عندما تم الإعلان عن محافظة الحديدة محافظة منكوبة، عندما تفاقمت المجاعة في محافظة الحديدة بكافة مديرياتها ومدنها وقراها، تم الإعلان من قبل المحافظ السابق الأستاذ عبد الله بوغيت عن محافظة الحديدة محافظة منكوبة، والذي بادرت المنظمات الكويتية والإماراتية وأيضا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي كان له الدور الأكبر في محافظة الحديدة منذ إعلان الحديدة مجاعة يعني ضاقت فوق
فوق ما يتصوره العقل والمنطق. رغم ان الميليشيات لا تؤدي اي 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 اهتمام لابناء المحافظه ولا تكتفي سوى بالحفاظ على الميناء وعلى الموارد التي تتحصلها من محافظه الحديده. وكما تعلم اخي العزيز تعتبر محافظه الحديده للانقلابيين ما هي الا موارد لاطاله حربهم على ابناء الوطن وعلى ابناء المحافظه خاصه. الان تقوم هذه الميليشيات بقتل ابناء الوطن وايضا زعزعت الممر الدولي البحري، كون محافظه الحديده هي بوابه اليمن على البحر الاحمر، والميليشيات هي الان تسيطر على اغلب الساحل الغربي لليمن وتقوم بعمليات عسكريه بزوارق صيادين لتفجير او استهداف سفن التجاريه والعسكريه التي في خط الممر الدولي او بالقرب من السواحل. فالميليشيات تقوم بعبث كبير جدا في محافظه الحديده، اقصت ابناء المحافظه من اغلب الوظائف، توقفت عن صرف مرتباتهم. اذا كانوا ابناء محافظه الحديده والذين هم يعملون في الميناء الذي يعتبر هو الان المغذي والشريان الرئيسي للميليشيات الحوثيه لا يستلمون مرتباتهم من هذه الموارد التي تصل الى 3 الى 4 مليار شهريا. وهذه السفن يتم السماح لها من قبل قوات التحالف والحكومه اليمنيه من اجل تغطيه احتياجات ابناء الوطن، بينما الميليشيات تستغل هذه السفن عند دخولها وخاصه المشتقات النفطيه لبيعها في السوق السوداء. نعم، طيب دعني اعود الى الاستاذ وديع عطا هنا، تحدث عن ان كان هناك اعلان، الاستاذ وليد تحدث على انه كان هناك نوع من الاعلام من قبل المحافظه السابق على ان المحافظه منكوبه وهناك مجاعه وما شابه. هل كان التحرك من قبل الحكومه الشرعيه ومن قبل ايضا المعنيين بتحسين الوضع الصحي ومواجهه هذه المجاعات بقدر هذه المسؤوليه التي يعني تم الاعلان عنها؟ استجابة لهذا النداء الذي كان وجهه الأستاذ عبد الله أبو الغيث المحافظ السابق الذي أقيل لأسباب غير مفهومة حتى الآن إلا لأنها فقط استجابة لرغبات سياسية خارجية ضاغطة على الرئيس عبد الرب منصور هادي، يعني توافدت كثير من المساعدات إلى ميناء الحديدة، إلا أن الميليشيا تسيطر على كثير من هذه المساعدات وتذهب بها إلى تصريفات يعني بعيدا عن المستحقين داخل المحافظة أو مثلا في المحافظة الأخرى التي هي أيضا مخصصة لها كتعز مثلا المحاصرة أو النازحين من أبناء حقة المتواجدين في الحدود ما بين الحديدة وحقة. الرئيس اللجنة العليا للإغاثة الأستاذ عبد الرقيب فتح كان صرح قبل يومين أيضا بأن الميليشيا سيطرت على 66 باخرة أو سفينة محملة بكثير من المساعدات، وهذه السيطرة في الأخير للأسف هناك من يؤكد بأن كثير من المساعدات تذهب إلى التجار الذين الآن يبيعون مثل هذه السلع التي هي أصلا مساعدات يبيعونها بالبطاقة السلعية التي توزعها الميليشيا على الموظفين. لدينا في الحديدة موظفين هذا العام يقارب على الاكتمال ولم يستلموا مرتباتهم، معلمون يعيشون حالة اللظاء، الأطباء أصبحوا يؤدون فقط للحاجة الإنسانية الدنيا، يعني يؤدون رواتبهم، والفقر أيضا يطحن فوق هذا. ما يستفزني أنا كأحد أبناء هذه المحافظة أيضا بأن كثير من المنظمات الدولية وكثير من الجمعيات العاملة يعني ترفع اسم تهامة وتسوق صور المجاعة في تهامة وتستخدم صور الضعفاء والأطفال والنساء تستخدمها بشكل سافر، لكن المساعدات لا تصل إلى مثل هؤلاء إلا نزر شديد، إلا نزر يسير فقط. يعني هناك أيضا من يستفز أيضا من يستغل مثل هذه الحملات الإنسانية البسيطة أيضا بأن يتصور صور سيلفي أو يتصور صور توثيقية فقط ليثبت بأنه أدى ما عليه نحو هؤلاء الفقراء، بينما سوء التغذية أصلا هو مشكلة مزمنة متأصلة في الحديدة بسبب النظام المركزي الظالم للحديدة والظالم لاتهامة. الحديدة كل مواردها ترتفع إلى صنعاء وتذهب إلى جيوب الفاسدين. الحديدة بالنسبة لهم ليست إلا بقرة حلوب، لكن الآن في إطار التموضع مع المقاومة أيضا أعتقد بأن أبناء الحديدة يفهمون جيدا ما عليهم أن يقوموا به لانتزاع كرامتهم واستعادة حقوقهم التي نهبت على مدى عقود.
طيب دعني أعود إلى الأستاذ وليد الخديمي. أستاذ وليد، تحدثت على أنكم أنتم في السلطة المحلية تتابعون ما يجري بالنسبة للحديدة، أنا كذلك كمذيع أتابع، لكن أنت مسؤول يعني حكومي في ذلك، أنت على رأس الهرم الآن، ما هي الخطوات التي تقومون في يعني في سبيل إنهاء هذه المعاناة بالنسبة لأهل الحديدة وتهامة عموما؟ سيد وليد، أستاذ وليد، مرة أخرى إذا انقطع الاتصال مع الأستاذ وليد القديمي. أستاذ وديع، بالنسبة للسلطة الحكومية من بعد تغيير المحافظ السابق أو عزله، هل كان هناك نوع من التحسن في عملية يعني إيصال المساعدات أو حتى نوع من إثبات وجود السلطة المحلية التابعة للشرعية، أم أن الأمر يعني لا زال بعيدا عن المنال؟ الحقيقة أن هناك شيء يسير من المساعدات تصل بشكل غير مضبوط، يعني غير منتظم أو غير ممنهج بشكل رئيسي، يعتقد يعني يجعلنا نتأكد بأننا تذهب إلى مستحقيها، وذلك لأن التنميط السياسي متواجد، خصوصا وأن الحديدة تعتبر محافظة مؤتمرية مغلقة تتبع النخلع في كل انتخابات، وهو إلى الآن يستخدم يعني أتباعه وأذنابه في الحديدة وفي تهامة لتقسيم مثل هذه الحصص تقسيم سياسي بالدرجة الرئيسية. تخيل بأن كثير من المعتقلين من أبناء المحافظة وعددهم فوق 500 إلى ما بين 400 إلى 500 أسرهم محرومين حتى من المساعدات، كثير من المدرسين أيضا الذين هم يعني سقطوا تحت خط الصفر أيضا لا يصلون إلى المساعدات. هذه الميليشيا التي هي مسؤولة تماما أخلاقيا وقانونيا وأمام المجتمع الدولي أيضا تجاه هؤلاء الناس الذين تغزوهم المعاناة، لا تصلهم مثل هذه المساعدات التي هي حق إنساني أصلا، حق إنساني. وبالتالي السؤال أين يكف المجتمع الدولي من المعاناة في الحديدة؟ أيضا يعني ما يثير السخرية أيضا بأن كثير من الذين هم يعتبروا من أعيان تهامة أو رموزها أو مسؤوليها، وهم للأسف وبكل صراحة ينتموا للمؤتمر الشعبي العام، أيضا يمتهنون أبناء منطقتهم، يمتهنون أبناء تهامة، ويجعلون أنفسهم أحذية لهذه الميليشيا. للأسف سقطت كل القناع الأقنعة وسقطت كل يعني الادعاءات الزائفة التي كانوا يدعونها. بعضهم كان يدعي أنه مناضل في الحراك التهامي، وبعضهم كان يدعي بأنه مناضل جمهوري في المؤتمر الشعبي العام، الآن أصبحوا عبارة عن جنود. وللأسف أيضا هناك من المعممين أيضا الآن أصبحوا يقدمون الفتاوى لهذه الميليشيا داخل المحافظة ليقدموا لهم الدعم، لأنهم يدغدغون المواطنين في الحديدة دغدغة عاطفية ومعنوية بأن ما يجري الآن هو عدوان حقيقي، بينما العدوان الحقيقي هو التجويع الذي تعيشه الحديدة وتضاعف الآن مع وجود الميليشيا. نعم. طيب يقولون لي في الكنترول أن الأستاذ وليد القديمي عاد لنا. أستاذ وديع، أهلا بك مجددا. أستاذ وليد، أهلا أخي العزيز. كنت سألتك يعني سيد وليد، أنا كإعلامي أتابع ما يحدث في الحديدة، أنت حدثت على أنكم منذ فترة طويلة تتابعون ما يجري في الحديدة، لكن أنتم مسؤولون على الناس هناك، ما هي طبيعة أدواركم الآن؟ كيف يلمس الناس في الحديدة دور السلطة المحلية على الأرض؟ أخي العزيز، عندما أعلننا أن معارض الحديدة محافظة منكوبة، توجهت كل المنظمات وكل الجمعيات الخيرية وتوجهت أنظار العالم إلى محافظة الحديدة، بينما كانت الميليشيات ترى أبناء الحديدة يموتون جوعا والميناء بجانبهم ويأخذون الإيرادات ولا يبالون بهذه المأساة التي يمر بها أبناء محافظة الحديدة. عندما اتجهت الإغاثة واتجهت إلى أبناء تهامة، وبالتحديد في مديرية التحيتة والخوخة والزبيد والجراحي والمغلاف، وأيضا في مديرية الزهرة واللحية، بدأت هذه الميليشيات أيضا تقوم بنهب هذه الإغاثة، وتقوم ببعاد السوق السوداء وتغطية أيضا ما يسمونه مجهود من الحربي بهذه المواد الغذائية. هذه الميليشيات أخي العزيز لا يهمها أبناء الوطن ولا يهمها المواطن، حتى وإن يعني وصل إلى مرحلة يعني أيش لا نستطيع حتى أن ننطق مسمى يليق بالبشر، ولكن الميليشيات لا يأسفون بابن آدم بشكل عام. طيب هذا الأمر مفهوم بالنسبة لميليشيات الانقلاب سيد وليد،
سيد وليد، هذا الأمر مفهوم بالنسبة لميليشيات الانقلاب، لكن الحكومة الشرعية أين هو دورها الآن؟ أين ملف تحرير المنطقة الحديدة بشكل عام؟ أوصلنا مواد الإغاثة، وعندما قاموا بالتقطع، وخصوصا عندما كان تصل المعونات الغذائية باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كانوا يقومون بنهبها، فاضطرينا إلى توزيع. إذن مجددا يبدو أن الاتصال انقطع مع الأستاذ وليد القديمي. على كل حال الشكر له، وكيل أول لمحافظة الحديدة كان معنا عبر الهاتف من الرياض. هناك محاولات على ما يبدو، لكن في الأخير من يسيطر على الأرض هم الميليشيات، وهم من يقومون بنهب هذه الأموال. ما هو الممكن في يعني ملف الحديدة الذي لم تقم به بعد الحكومة الشرعية لإيصال المساعدات للناس لتسيير أمور الناس بشكل أو بآخر؟ الحكومة الشرعية يا عزيزي دفعت الرواتب لكثير من الموظفين، لحوالي 200,000 موظف في بعض المحافظات، طبعا ليس موارد الدولة، جاءت بهذه الرواتب مما طبعته في روسيا. لماذا تحرم موظفي الحديدة من مبالغ طبعتها وليست من الموارد حتى تعاير أبناء الحديدة بأنهم لم يوردوا إلى الحديدة؟ يعني هل الشرعية يعني تستخدم أبناء الحديدة للمقايضة أو ماذا؟ يعني لماذا بندغر مثلا، وهو الذي سلم الكشوفات بشكل مبكر قبل 6 أشهر تقريبا أو 4 أشهر، تسلم كشوفات المعلمين في الحديدة وإلى الآن لم يصلهم رواتبهم؟ لماذا نجعل الإنسان في الحديدة يعني محل مقامرة أو محل مناورة؟ لماذا؟ يعني هذا التساؤل يفترض أن بندغر يستشعر المسؤولية الأخلاقية تجاه أبناء الحديدة، يعني لأنهم مثلا لم يحملوا السلاح كونهم محاصرين، وكونهم يعني باغتتهم الميليشيا مثل ما باغتت إب، مثل ما باغتت الحقة، مثل ما باغتت ريمة والمحويت، لأنهم يعني سلبوا يعني القدرة على المقاومة، أن نجعلهم يعني تحت رحاها. لماذا لا نستخدم المجتمع الدولي الذي الآن نحن يعني نلطم على جداره، يعني أن يهب لنقدة ميناء الحديدة؟ لماذا يصبح لا يهم من الحديدة كلها إلا ميناؤها فقط، بينما الإنسان لا يتم الاهتمام فيه؟ يعني على ابن دغر وعلى وزرائه وعلى الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يستشعروا مسؤوليتهم الحقيقية والإنسانية تجاه أبناء الحديدة. أبناء الحديدة الآن من استطاع منهم أن يتسرب، من استطاع منهم أن ينتمي للمقاومة، الآن يقوم بدورهم في ميدي وفي المخا، والآن هم يعني يستعدون أيضا ليشاركوا مع قوات التحالف الوطني أيضا في معركة تحرير الحديدة. لماذا يعني تنتظر الحكومة أن تسمع عن معاناة، أن تسمع عن وفيات، عن مقاعات، عن ناس يموتون في الشارع؟ يعني ما الذي تحتاجه الشرعية من معاناة أكثر مما هي قائمة في الحديدة حتى تنتبه للإنسان في الحديدة؟ هي أسئلة كثيرة بطبيعة الحال. دعنا نحاول أن نفهم أكثر الوضع بداخل الحديدة. أستاذ وديع، ينضم إلينا من هناك الناشط نشوان التهامي. أهلا بك أستاذ نشوان. سيد نشوان التهامي، ألو، حياكم الله، تسمعني أستاذ نشوان؟ أسمعك. حياك الله، أهلا وسهلا. إذن دعنا نفهم منك أكثر صورة الحياة اليومية الآن في محافظة الحديدة، كيف يمر اليوم بالنسبة للناس هناك؟ الحديدة للأسف يعاني سكانها كارثة إنسانية، يحاصرها الكوليرا، يحاصرها المجاعة، يحاصرها كل نواحي الحياة تعتبر مغلقة حاليا، وللأسف صوتنا لا يسمع. القنوات تعتبر الحديدة بالنسبة لهم مغيبة. الوضع برغم إنها الميناء تعتبر دخل، والنفط في الصليف، في رأس عيسى، في ميناء الحديدة، ولكن لا يوجد هناك أي عائد يعود للمحافظة للأسف. ما طيب هو السبب؟ لا نعلم. طيب يعني كيف يقوم الناس بتأدية يعني أمورهم الحياتية البسيطة؟ هل هناك أسواق تفتح في المحافظة؟ كيف هي الحياة عموما هناك؟ يعني انقل لنا جزء من الصورة التي يعيشها الناس في الحديدة عموما.
صورة تعتبر الحديدة الآن في منكوبة، ما 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 بش الحياة شبه منتهية الحياة. المستشفيات تعب المرضى، الكوليرا، المجاعة، نقص المواد الغذائية. ماذا تبقى في الحديدة؟ ما لم يتبقى غير إيراداتها فقط، لا يشاهد غير إيراداتها. حكومة بن ذر للأسف تعلن أنها تصرف المرتبات في المحافظات المحررة وغير المحررة، ولكن عندنا في الحديدة لا يوجد أي موظف قد استلم من الشرعية راتب واحد، وهذا للأسف. طيب ماذا عن ما يعرف بالبطاقة السلعية؟ هل يستلم الموظفون كحل يعني مؤقت أو مساعد؟ هل يستلم الموظفون نوع من ذلك؟ العائد عائد الموظفين حاليا، ما يعرف بالبطاقة السلعية أستاذ نشوان، هل يستلم الموظفون التموينية هذا؟ البطاقة التموينية هذه نعم. فاشلة. تخيل أنها البطاقة تصرف قيمة 50% من الراتب، تذهب طبعا مش كلهم من ساكنين المحافظة، من المدينة، مدينة المحافظة يعني الحديدة، يأتون من الأرياف. تخيل أن الموظف يأتي للحديدة في اليوم أكثر من مرتين إلى 3 مرات، يسافر وخلال 4 أيام 5 أيام، يصرف أكثر من 50% من راتبه وقد استلف ولم يحصل على هذه بما تتضمنها البطاقة التموينية للأسف. طيب عندما نتحدث الحديدة نعم يجب أن يلفت لها بعين الاعتبار، لا تكون في منطقة المحافظة اللي يرمون ثقلهم عليها بمجرد أنها فقط دخل سواء للطرفين. مفهوم. طيب أستاذ نشوان، الآن بالنسبة للوضع الصحي ومع الكوليرا وفصل الصيف، أنت عندما يعني تتابع هذا الموضوع، كيف هو الأمر بالنسبة للمستشفيات هناك؟ هل هناك نوع من الاهتمام بالجانب الصحي؟ مستشفى الثورة قد أنشأ مركز طبي يحتوي أكثر من، الآن وصلوا إلى ما يقارب 10,000، يستوعب الأقسام فيها، ولكن للأسف المستشفيات الخاصة التي قد أناب إليها باستيعاب المرضى، ولكنهم للأسف لم يستوعبوا أي مريض، يرفضوا المريض من على باب المستشفى للأسف. طيب فيما يتعلق بالجهود الإغاثية في المدينة وفي الريف، هل هناك من جهود ملموسة أم أن هناك نوع من تجنب؟ جهود بسيطة جدا، جهود بسيطة جدا، محلول الإرواء يصرف للمريض لا يكفي، مرضى شبه يومي في ازدياد، متوفيين كثير للأسف. احنا داخلين على مرحلة استثنائية في محافظة الحديدة وللأسف. بهذا أختم هذه المداخلة معك، أشكرك نشوان التهامي الناشط من محافظة الحديدة، كنت معنا على الهاتف من هناك. مشاهدينا الكرام، إذن سنستمر في النقاش في هذه الحلقة وسأعود إلى الأستاذ وديعة هنا، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة التي يخصصها المساء اليمني عن الحديدة وما تعانيه هذه المحافظة والسكان فيها من أزمات إنسانية وأزمات على عدة مستويات أخرى. أستاذ وديع، كان هناك نوع من الطرح بالنسبة للأمم المتحدة كما تقول أنها تهدف للتخفيف من معاناة الحرب على المدنيين في الحديدة، كيف تابعت هذا الموضوع عموما في محاولة عدم نقل المعركة إلى داخل الحديدة؟ أعتقد بأن الحديدة يعني
حضرت في الجانب السياسي أكثر من الجانب الإنساني فقط لأهمية الاستراتيجية والجيوسياسية التي يفرضه موقعها. يعني هي شريطها الساحلي يمتد 300 كيلومتر من ميدي إلى المخا، حوالي 11 مديرية تطل على مياه البحر الأحمر، جزيرة كمران والتي للأسف أخرجت فيها الميليشيا قبل يومين أيضا مسيرة ضد العدوان أو ما يسمى بالعدوان. أنا أستغرب حل الآن جزيرة بأهمية الكمران لا تزال خارج نطاق السيطرة العسكرية للشرعية. التحالف يقول بأنه يريد أن يؤمن الممر الدولي أو البحر الأحمر. تأمين هذا البحر الأحمر أو تأمين هذه الممرات الدولية يأتي أول حاجة بشكل رئيسي بتأمين الشريط الساحلي الحديدة، الشريط التهام يعني بشكل رئيسي. الإمارات بشكل رئيسي وهي التي الآن تقود معركة خط الساحل الممتد من أقصى الجنوب في باب المندب وجزيرة ميون وأيضا من رأس العارة ووصولها إلى المخا أيضا، وهي الآن على تخوم مدينة الخوخة جنوب الحديدة يعني. توقفت هذه يعني جاءت فترة من الوقت كان هناك تحرك وهناك حديث عن معركة في الحديدة لكن توقفت جمدت. هنا يتضح أيضا بأن هناك ملامح اهتمام فقط جيوسياسي بالحديدة وليس اهتمام أخلاقي بالإنسان فيها. للأسف لماذا هذه الدول في التحالف لا تهتم مثلا، لماذا لا تكون قضية مثلا تحرير صنعاء وهي التي إذا سقطت سقط كل الإنقلاب يعني. لماذا يجعلون من ميناء الحديدة هو المحك الرئيسي بينما يعني مراعاة الإنسانية للناس في الحديدة ممكن أن تجعل ميناء الحديدة معركة يعني مؤجلة. يعني إذا سقطت العاصمة فإن الحوثي لن يعودوا بحاجة إلى الميناء لأنهم سيحتاجون بعدها للساحل ليهربون. الأمم المتحدة ألقت بهذا الموضوع كطوق نجاة كنوع من المناورة من ولد الشيخ أيضا كنوع من المخرج أو المخارجة للحوثيين. الموضوع بحاجة إلى أن نوازن بين الاهتمام بالإنسان والاهتمام بالجغرافيا والاهتمام بالجانب السياسي في هذا الجانب. طيب دعني قبل أن يعني نستغرق في هذه النقطة نستضيف معنا عبر الهاتف الآن الدكتورة بلقيس علوان أستاذة الإعلام في جامعة صنعاء. أهلا بك دكتورة بلقيس. مرحبا وجيه، أهلا وسهلا، حياكم الله دكتورة. إذن أنتم دكتورة لابد بأنكم تتابعون ما يجري من أزمة إنسانية بداخل الحديدة، كذلك هناك وسائل إعلام تلقي الضوء على هذه المأساة، كيف حضرت الحديدة في وسائل إعلام من وجهة نظرك؟ بكل أسف ربما تكون الحديدة من ضمن المساحات المنسية في جغرافيا اليمن في هذا الظرف الخانق. الحديدة تعاني وتعاني بشدة وبوضع غير إنساني بالمرة، وكذلك كثير من المناطق ليست الحديدة فقط، ولكن إذا ما نظرنا إلى التغطية الإعلامية أو تسليط الضوء من قبل النشطاء والإعلام في الداخل والخارج ربما تكون الحديدة هي الأقل حظا في تسليط الضوء حول جوانب المعاناة المختلفة. مشكلة الحديدة أنه من زمان وهي تعاني، ليس من اليوم وليس في ظرف الحرب وليس في ظرف الحصار فقط، فما بالك عندما تكون البيئة فقيرة، البيئة تعاني، أكيد أن الحصار سيخنقها أكثر وأكثر وستعاني بشكل حاد جدا. وعندما لا يكون هناك تسليط ضوء أو اهتمام بهذه المساحة نجد أن الوضع يزداد سوءا بدون حتى شيء من الإنصاف على مستوى الكلمة. طيب بسؤال أخير وبعجالة دكتورة، ما هو الحل لتوسيع دائرة تسليط الضوء على معاناة الناس في الحديدة؟ أنا كنت أسمع مداخلات الأعزاء الذين يتحدثون سواء بالاتصال الهاتفي أو المتواجدين معكم في الاستوديو. نريد أن ننتصر للإنسان أولا وأخيرا، نريد أن نحمل كل طرف مسؤوليته، لا نريد أن نرمي فقط نقول الميليشيا الحوثيين الحرب معركة الحديدة تحرير، نتكلم عن جوانب ولا نتكلم عن جوانب إنسانية، لا نتحدث في الجانب الإنساني على الإطلاق ونركز على يعني اتهام أطراف معينة، لنبحث عن حلول. الحلول لابد أن تفعل جوانب الإغاثة الإنسانية وتوضع بإنصاف، هذا بالدرجة الأولى. يجب أن نبحث عن حلول سياسية تجنب يعني عندما نتحدث عن معركة الحديدة هل ندرك ما هي الضريبة
الضريبة ستكون باهظة وباهظة جدا. يجب أن نتحدث عن حلول سياسية، لا يجب أن نتحدث عن حلول إنسانية، يجب أن توزع الإغاثات والمعونات الدولية أيضا، حتى دول التحالف يجب أن يكون لها دور إنساني أكبر من هذا، ليس الدور فقط عسكري. الشرعية لابد أن تقوم بدورها. هناك تجاهل كبير جدا وإهمال وتضحية، وأكرر أقول هناك تضحية بسكان الحديدة وسكان اليمن بشكل عام، وخصوصا المحافظات الشمالية. أيا كان وضعهم، أيا كانت الضريبة، أيا كان ما سيدفع من ثمن باهظ وإنساني لتطول المعركة ولا تقدم. أنا لا ألمس دور للشرعية للأمانة في كل المحافظات وخصوصا المحافظات الشمالية. إلى متى سيتركوا مواطنيهم؟ الوضع لم يعد يحتمل. انا كنت تناولت وضع الحديده في مقال نشر لي وربما طلعتم عليه. الوضع سيء جدا. هل تعرفون كم من المواطنين الحديده يعيشون في دكاكين داخل صنعاء هربا من الحرب، طلبا يعني حياه غير انسانيه داخل دكان لاسره كامله بعدد 8 إلى 10 أفراد هربا من الحرب الحديده، بلا كهرباء، بلا اي بنيه تحتيه مدمره وبلا داخل. فكيف نتخيل عندما ستنتقل أسرة بهذا الظرف تحت هذا الوضع الاقتصادي وتنتقل للعيش في دكان داخل صنعاء أو في أي مكان آخر؟ نريد حلول، نريد أن يطلع المسؤول بمسؤوليته وأن يقوم بدور. نريد من الإعلام أن ينتصر للإنسان وينتصر للوضع الإنساني. ليست مهمتنا في الإعلام أن نرمي التهم فقط لنقول أن هذا الطرف هو المجرم وهذا الطرف هو الذي تسبب في هذه المأساة، وثم لا نركز على الجوانب الأخرى. لابد أن نتناول الجانب الإنساني وبإنصاف، وننتصر للإنسان، ننتصر للمعاناة، ونبحث عن حلول. أشكرك أستاذة الإعلام بجامعة صنعاء دكتورة بلقيس علوان، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، جزيل الشكر لك. إذن أستاذ وديع، كنت تحدث على الاهتمام بالإنسان غاب، الآن الدكتورة بلقيس أيضا تثني على هذا الكلام وتؤكد أن الاهتمام بالإنسان هو الذي يجب أن يحضر في الحديث عند الحديث عن الحديدة. أين غاب ذلك في بالنسبة لي، سواء الحلول التي تقترحها الأمم المتحدة أو في تداولات السياسيين وفي الأرض أيضا وفي الميدان؟ سأقول لك حقيقة، مسألة التجريف التي مارسها النظام المركزي في صنعاء ضد الحديدة وتهامة بشكل عام، يعني جعل الحديدة فقيرة في الجانب الإعلامي، حيث لم يعني الآن لو تلاحظ أنت كمتابع إعلامي حتى تلاحظ بأن ليس لديها وجوه إعلامية كثيرة، ليس لديها جيش المفسبكين مثل ما تمتلكه محافظات أخرى، ليس لديها كثير من المسؤولين في مواقع القرار داخل المجال السيادي. في يعني على مدى 50 سنة وعلى مدى 60 سنة تقريبا، الحديدة لم تجد حظها من التوزيع الوظيفي الحقيقي ليتواجد أبناؤها بشكل رئيسي يجعلها حاضرة في الذهنية السياسية. للأسف اليوم الإعلام الشرعي أو المحسوب على الشرعية أيضا يغرد بعيدا عن الإنسان في الحديدة. الإعلام حتى المحسوب أيضا على الشرعية أيضا من القنوات الخاصة أيضا لا تهتم في الحديدة إلا أحيانا، يعني حينما يعني تبرز معاناة، حينما تبرز قضية معينة. للأسف ليس هناك الاهتمام الإعلامي الحقيقي الذي يجعل الإنسان أو تهامه هي المحور الحقيقي. وبالتالي يعني الحديدة أهميتها السياسية هي التي تفرضها كموضوع على وسائل الإعلام، بينما يفترض بأن الإعلام الحكومي والإعلام الشرعي وإعلام المقاومة يفترض بأن يجعلها يعني حاضرة بشكل رئيسي، أولا لأهمية السياسية، ثانيا كونها الثقل الديموغرافي أيضا فيها المحافظة الثانية من حيث عدد السكان على مستوى الجمهورية، إقليم تقريبا متكامل وتعتبر ثاني أكبر إقليم من حيث عدد السكان ومن حيث عدد الموارد التي ممكن أن توفرها للدولة. الحديدة تعتمد عليها الدولة في 40% تقريبا من ميزانية الرئيسية. لذلك الإعلام الرسمي إذا ما يعني الحديدة ليست فقيرة بكوادرها، لكنهم متواجدون اليوم في الشتات، متواجدون في المهجر، متواجدون في السجون، متواجدون يعني مقموعون في بيوتهم التي هي محاصرين في شبه الإقامة الجبرية من قبل ميليشيا. الحديدة يجب أن تكون حاضرة في الضمير اليمني بشكل عام، يعني يفترض بأن المعنيين في القنوات اليمنية في كل القنوات بدون استثناء بأن تكون حاضرة كونها محافظة يمنية، وليس لأن النظام المركزي في صنعاء يعني كرس عندنا النسيان والإهمال لهذه المحافظة. دعنا نشك أحد هؤلاء الإعلاميين من الحديدة. ينضم لنا الصحفي بسيم الجناني عبر الهاتف. أهلا بك سيد بسيم. مرحبا أخي، مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين، خواتي مباركة على الجميع إن شاء الله. السلام عليكم يا رب. إذن هناك نوع من يعني عدم تسليط الضوء على
ما يجري في الحديدة، وكذلك غياب لهذا الصوت بالنسبة للإعلاميين الذين يعني هم من هذه المحافظة في وسائل الإعلام، إلى ماذا ترجع هذا الأمر بالنسبة لك أستاذ بسيم؟ نعم أخي، ربما لم أسمع الصوت السؤال، لكن من خلال الحديث الذي تفرغ له الأخ يبيع عطاء وموضوع التفاعل الإعلامي مع محافظات الحديدة، طبعا الحديدة تعاني التهميش على كافة المستويات، ليس على المستوى الإعلامي فقط، ولكن على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الإعلامي، فلذلك تجد هناك يعني تسليط ضوء محدود فقط على القضايا حينما تثار، فقط حينما تثار قضايا يتم تسليط الضوء عليها. والأمانة اليوم الإعلاميين داخل الحديدة يعانون من عملية القمع الممنهجة التي تمارس ضدهم بشكل كبير جدا، ولذلك تجد تفاعل يعني ضئيل جدا في هذه الناحية. وليس على الناحية الإعلامية فقط، هناك نواحي سياسية أيضا، عملية اختطافات تتم بصورة مستمرة تؤثر سلبا على الأداء العمل الإعلامي. هناك أيضا قصور في عملية تناول كثير القضايا التي تتم، أو القضايا الاجتماعية أو القضايا الإنسانية عبر وسائل الإعلام سواء الرسمية أو الخاصة. هناك للأسف يعني كثير من القضايا التي يعاني منها سكان المحافظة على مدى 3 أعوام من خلال بدء الحرب لم تكن بذات المستوى المطلوب من التفاعل الإعلامي. طيب ما هي الخطوات الآن أستاذ بسيم؟ ما هي الخطوات التي يمكن القيام بها لرفع مستوى الاهتمام الإعلامي بالنسبة لقضية الحديدة وما يجري في الحديدة؟ عفوا أخي أستاذ بسيم تسمعني؟ هناك كثير من القضايا التي لم تزال، مثل قضية الكهرباء، قضية الفقر، قضية المجاعة الذي حصلت اليوم، هناك كثير من القضايا المثارة بشكل كبير جدا، هناك مراكز غسيل كلى توقفت بشكل كامل، هناك رواتب منقطعة، هناك ابتزاز يتم حتى على مستوى نصف الراتب التي صرف من حكومة الحوثي، يتم ابتزاز المعلمين يعني إهانتهم بشكل كبير على البطاقة السلعية، أيضا هناك أكثر من 200 دكتور وأعضاء هيئة تدريس في جامعة الحديدة اليوم لم تصرف لهم حتى تلك البطاقة السلعية، يعني كردة فعل على مواقفهم الرافضة لسياسة القمع التي تمارس من قبل رئيس الجامعة المعينة من قبل ميليشيا الحوثي. أيضا في الجانب الآخر هناك وعود زائفة من قبل الشرعية التي وجهت بأكثر من خطاب لقصف الرواتب منذ شهر يناير المنصرم في هذا العام، وحتى اليوم لم تصرف في أي دائرة حكومية أو أي إدارة محلية داخل محافظة الحديدة راتب من الحكومة الشرعية، عكس بعض المحافظات الأخرى التي صرفت لهم أشكرك. في قلب صنعاء صرفت الرواتب، والحديدة الشعب الذي يعاني المعاناة والجوع والفقر لم تصرف للمعلمين أو أي قطاعات أخرى، رغم أن الكشوفات سلمت من شهر فبراير الماضي. إذن أشكرك أستاذ بسيم الجنائي الصحفي الذي كنت معنا عبر الهاتف من السودان كما يظهر لي على الشاشة. إذن أستاذ وديع، أعود إلى نفس السؤال الذي سألت فيه أستاذ بسيم لكن يبدو أنه لم يسمعني بشكل واضح، كيف يمكن رفع الاهتمام الإعلامي في المحافظة؟ ما هي الخطوات الممكن عملها خاصة مع الأوضاع الصعبة بالنسبة لجميع اليمنيين؟ أن يستشعر الإعلام الوطني سواء رسمي أو أهلي مسؤوليته الأخلاقية تجاه هذه القضية الإنسانية والجغرافية والسياسية التي تتمثل في اتهامه، وأن يقف وأن ينحاز إلى الحقيقة فيها، وأن ينقل فيها المعاناة حقيقة بعيدا عن أي موسمية في التناول وبعيدا عن الفرص. دعني أختصر بأن الحديدة هي ضحية بين فكي وحشية الميليشيا وإهمال الشرعية. أشكرك أستاذ وديع عطا الصحفي، كنت معنا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا لك. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، ولجميع الضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزملاء في طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.